إذن مشاهدين متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء، يعني كنتواجدوا بوسط المدينة، يعني كيف ما كتلاحظوا معنا المشاهدين الكرام، هاد صاحب سيارة ديال الأجرة يعني ضربوا واحد صاحب ديال السيارة كيف ما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام، ولاد بالفرار، يعني الآن تم التوقيف ديالو كيف كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام، السيارة أنها مضروبة، يعني كيف كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام. يعني النزاجة كيف كتشوفوا معنا مشاهدين الكرام، النزاجة ديال السيارة حتى هي راها مهرسة، يعني والطاكسي مضروب من الجنب، ضربوا وهرب، فحاول يوقفوا أيضا عاود ضربوا، الآن راه تم التوقيف ديالو، هادشي بالضبط بوسط المدينة اللي هي مدينة الدار البيضاء. يعني شوفوا السيارة أنها راه مضروبة، يعني شوفوا الاثار ديال الضربه اللي باقي هنايا، شوفوا المرايا انها حتى هي تهرست. يعني هادشي بوسط المدينه مدينه الدار البيضاء. خويا تعاود نشمل شنو اللي وقع اخويا، قول لي شنو اللي وقع. انا خويا كنت غادي حدا اوطيل المامون، كنت حدا اوطيل المامون، اوطيل المامون غادي بشويه شاد الدروات ديالي، هاد السيد جايب واحد السرعه ضرب لي الطوموبيل وهرب. يعني ضرب لك الطوموبيل وهرب، يعني جاي يعني جاي بسرعه هو. دي ماريت تميت غادي في الطريق بان لي واقف، وقفت عليه يلا كندوي معاك حتى شي ما ضربتي له هربتي عاوتاني دي ماري ويعاود لي من اللور عاوتاني. يعني ضربك جوج مرات؟ جوج فوا ضربني جوج خطرات. جوج خطرات ومي كندوي معاه قال لك انا واصل وندخلك الحبس وندير لك ونفعل لك ونترك لك. قال لك انا واصل وندخلك الحبس. قال لك وندخلك الحبس. يعني هدك. فالتهديد ليه والسبان. يعني وشي الفاظ ماشي هي يعني الفاظ دون الاخلاق. يعني هاد السيدة تشد عليك قام تكسر ديال السيارة ديالك، شفنا ان الزجاجة اللي في الجانب الايسر انها مكسرة ومن اللور، يعني ومن اللور بارشوك ديال اللور، بارشوك ديال اللور حتى هو مكسر. فاش بقيت واقف وقفت عليه اللي كنهضر معاه ديمار وضربني عاوتاني. ضربك عاوتاني الان وقفته؟ دابا واقفين. واقفين يعني شنو درتوا دابا في انتظار؟ انا علمنا الشرطة وقالت لنا جايين. يعني علمتوا رجال الامن؟ رجال الامن علمتوا رجال الامن انهم قال لك يحضروا على عين المكان بشي. يعني هاد السيد هذا كاين يعني مجموعه من الاشخاص هو بحاله غير طبيعيين. هو ما نعاودش ماشي بحاله غير طبيعيه، فيت غير طبيعيه. يعني دائما انتم اصحاب طاكسيات كتخدموا بالليل متعرضين لاي حاجه؟ اي حاجه متعرضين لها. يعني متعرضين يعني خارجين كتخرجوا باش تخدموا حاله طيبه على الوليدات ديالكم باش ترجعوا تعيشوهم، يعني دائما صاحب سياره الاجره انه معرض للخطر، معرض للاهانه، معرض للتهديد، اي حاجه متعرض لها. يعني لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. شكرا خويا. اذا المشاهدين الكرام كيف مشوا معنا، هذا هو صاحب سيارة الأجرة اللي تعرض للاعتداء هنايا بوسط المدينة، شوفوا سيارة الأجرة انها مكسرة. يعني من الجانب كامل كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام، يعني لا حول ولا قوة الا بالله. فبعد ما وقفوا قال لي سيدي راك ضربتيني، عاود دخل فيه مره اخرى وهدوا قال له ما راك ما عرفتينيش غادي ندخلك الحبس. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا المشاهدين الكرام الان هادشي بوسط المدينه مدينه الدار البيضاء، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يعني اصحاب الطاكسيات اللي خارجين باش يخدموا على وليداتهم حلالا طيبه،
خويا بسم الله عاود لي شنو اللي وقع. السلام عليكم اخويا. خويا هذا السيد هذا كان غادي، هذاك السيد مول السياره جا هو يضربو ويهرب، لقيتها اللي وقفوا اللي وقفوا عاود رجع مارشي عليه عاود عطاه عاود ثاني يعني وهدو وهدو قال لي انا هاد الطاكسي غنحيدو لك بمره. ما عرفنا شكون هو هذا السيد هذا وباغي يصيفطو للحبس. شكون هو هذا اللي باغي يصيفط للحبس؟ واش هذا عنده شي قانون باش يصيفطنا للحبس؟ يا سائق مهني غيمشي للحبس. ما عرفناش هاد الناس هادو مالهم. اي واحد كيهضر معاه مول الطاكسي كيقول لي غنحيد لك داك البيرمي ولا نحيد لك ديك الكريمه. يعني سير الاجره دائما متعرضين للاهانه متعرضين للتهديد. من طبيعه الحال من اي زبون ولو دير معاه مزيان تهزو كاع بالمجان ويدير معاك خايب. امال الطاكسي صار ولاو اخويا محقورين والله الا حقرونا حقرونا. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انتم خارجين السبب خارجين شكون السبب ديال هذه الحقره ديال مالين الطاكسيات؟ يعني خارجين تخدموا على وليداتكم حلالا طيبه فوليتوا كتعرضوا لهذا الشيء؟ من طبيعه الحال. شنو من طبيعه الحال؟ شنو رايك؟ كنتمناو من السلطات ياخذوا لنا الحق ديالنا من هاد الناس هذا. والله يديم الله يهدي هاد الناس هذا. راه اي واحد الله يهدي، لان السائق السائق المهني راه يهز امك يهز اختك يهز باك يهز اي واحد. الا طاحت فيك الطوموبيل اون بان راه اي واحد غيهزو ملي غتقول لي انا ديني ولا عيط لي الديباناج. راه مول الطاكسي راه عنده جميع النوامر ديال البوليس ديال لومبيلونس ديال الديباناج. ومول الطاكسي كيدير المساعدات لاي واحد كيما يكون النوع ديالو. الله يهدي هاد الناس. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدينا الكرام كيف مشوا معنا هاد الشيء واقع بوسط المدينه مدينه الدار البيضاء، كيف ما سمعتوا معنا التصريحات ديال اصحاب الطاكسيات. يعني صاحب سياره الاجره تعرض للتهديد بعد ما صدموا صاحب سياره ولاد فيرار بعد ما وقفوا. يعني الان هذا الشيء واقع بوسط المدينه مدينه الدار البيضاء. فلا حول ولا قوه الا بالله. اذا المشاهدين الكرام غادي نودعكم على امل، نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.